السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تكونوا بخير الصحه والعافيه والكرم. بتسلم عليك الخير الكرم. منورين ومشرفين على قناه صابريس تي في. الفيديو ده هو عباره عن فيديو مسجل لبث مباشر انا كنت بلعبه مع احلى واغلى مشتركين اللي هو انتوا. يلا بينا نتفرج على الفيديو مع بعض، يا رب يعجبكم. طب عايزين نلف ورانا كده. اوبا اوبا العرايس الشريره. اوبا اوبا خلو اوبا خلو العرايس دي. مالك مالك حبيب قلبي، لو باخذ بالكلمه انت مش لابسه كلوت ليه؟ العرايس دي كلها مش لابسه كلوتات. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ في ايه؟ لا 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 ادي اخرة العرايس اللي من غير كلوتات. عاجبكوا؟ العروسه لو كانت لابسه كلوت من دولت كان زمانها دلوقتي كل حاجه زي الفل. بتاع اللي بتنور دي بتنور ايه؟ احنا نبص من البلكونه نشوف في حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. وحياة امك انا مش فاهم اي حاجه. ايه اللي جاب البتاع هنا اهو؟ هنا الازازه راحت فين؟ لا الحاجات دي بتفضل غير كتير ولا ايه؟ لا والله ما تعيطيش، والله ما تعيطيش. العرايس اللي من غير كلوتات دي بتخوف. لا خليك. ايه ده؟ هو باصص لي كده ليه؟ العروسه اختفت. ابص شمال ولا ما ابصش شمال؟ لا انا هعمل عبيط، انا هعمل عبيط، انا عبيط، انا عبيط جدا. لا ما بيظهروا بيختفوا ليه؟ العرايس دي بتعمل كده ليه؟ هنا مفيش اي حاجه؟ اوكي حلو قوي الطرق الضيقه دي. يا رب ما يطلع لي منها حاجه تفشخني، يا رب ما يطلع لي منها حاجه تفشخني يا رب. انا ما بحبش الفشخ يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عايز، انا مش عايز اتفشخ. طب انا همشي كده كتير ولا ايه النظام؟ هي الطرق دي ما بتخلصش. ايه يا عم الطرق الريتشارجبل دي؟ الله، واحنا هنفضل كده على طول؟ لا ده انت بتهرج بقى. لا مؤاخذة في الكلمة، إذا كنتوا انتوا عيال فأنا عيل من أبوكوا. عيب بقى، عيب عيب عيب. أنا بقالي 60 سنة ماشي. والنبي والنبي إيه؟ طب خلاص نمشي شمال. اوكي الحته دي ايه اللي حصل؟ اوبا اوبا خلو اوبا خلو. والنبي ما تعيطيش، والنبي ما تعيطيش. طب نطبطب عليها طيب لحسن تغتصبنا. العرايس الصغيرة دي ما بتبقاش لابسة كروتات وفي احتمال ان هي تغتصب اي حد قدامها. لا خير 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 اهو ودانا، اهو ودانا نفس الأوضة اللي احنا كنا فيها في الأول. طب حلو قوي جميل. الأوض دي مهندس الديكور اللي عامل اللعبة دي ندخل جوه؟ مفيش أي حاجة جوه. طب خلاص احنا نمشي بقى، نروح عادي أكيد مفيش أي حاجة، نرجع مكان. ايوه كده بقى اخيرا الحمد لله رب العالمين. العرايس النكسه دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد طالع.
ده مقفول، ده مفتوح. الحمد لله. ايوه كده، الموسيقى هاديه كده شويه كده تخلي الواحد يساعد الواحد على الاسترخاء بدل ما انا عمال بلعب من الصبح. اقسم بالله ريقي نشف، انا مش فاهم انا ايه العرايس اللي واكله في هجرتي. بص بقى، بص على حلاوه الطعام، اقسم بالله ايه الحلاوه دي. شوف في انوار بقى مش مضلمها على هنا، وعمال يجيب لنا كل شويه عرايس. العروسه شوف دي الوحيده، العروسه بنت حلال بصراحه والله. شوفي يعني العروسه دي بنت حلال. ايه البتاع ايه ده؟ عشان نوقف الموسيقى دي نروح العروسه كده نسلم عليها. طيب نفتح هنا الادراج، مفيش اي حاجه جوه اهو. ناخد المفتاح ده. انت عروسه حلوه، انت جميله والله، اللي يقول عليكي عروسه نكسه ده ابن كلب اسمعهوش. حط المفتاح. ايوه بقى، ايوه بقى، ايوه بقى. شوف بقى الموسيقى بقى حلوه بقى جميله. العرايس بتكتر ليه؟ ومين الكلب ابن الكلب اللي في الصوره دي؟ اوبا اوبا، خلو هو اللي بيحصل. في اصوات حواليا 360 اغتصاب. ايه ده العرايس كترت ليه؟ طب حد يوقف الموسيقى، مش انا اللي مشغلها. ايه اللي بيحصل؟ ايه العرايس دي؟ العرايس دي ايه ده؟ في عروسة هنا بتخبط راسها في السرير. اوبا اوبا، خلو اوبا خلو. ايوه هي في عملية اغتصاب، في عملية اغتصاب بتقرب. ايوه ليتل بيبي، ايوه تعالي لي بقى حبيبة قلبي، ده انا هتجنن علشانك. عرايس تانية واغتصاب تاني. اوبا خلو، ماما يوزر تو كام تو تاكيو او تاكيو انت نوشي. انا مش فاهم اي حاجة. العرايس بتقرب. ايه دي؟ ايوه ايوه اختطاف. لا ايوه كده بقى، ايوه كده بقى، ايوه كده. انا ما بخافش اصلا من الالعاب الرعب دي، العاب الرعب دي انا ما بخافش منها، انا طول عمري محترف. انت لما بتوصل لمرحلة كده من ان انت بتكون بروفيشنال صعب انك تخاف من اي حاجة. انا مش خايف من اي حاجه. الباب مقفول. احلى من الشرف مفيش. الباب مقفول. طب نعمل ايه؟ طيب بنفتح الدرج. ايوه انام في السرير ده. This was a special brush. ايوه like بقى، a horse hair brush. هو ده بقى اللي احنا لقيناه اللي هيظبط لنا. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides. بتقدم نفسك حيوان. في ناس بتتفرج علينا عيب. And forget the whole thing. ما حدش يزعل. ما حدش يزعل، هو بيقول فاك ات كده لان هو اصلا انسان مش محترم. نفتح الباب بقى. ايه ده؟ ايه كل عندي؟ عين الصيرة دي ولا ايه؟ نمشي هنا، ماشي على طول. بس احنا كده الحمد لله في الأوضة الأمام بتاعتنا دي بقى. أيوة كده، احنا كده جبنا الجزء الرابع من اللغز اللي هو الشعر. اعمل نفسك عين شمس. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا جبنا كل الاربع اجزاء دي، فاضلنا جزئين تحت عشان نتوصل بقى للغز. اوكي نفتح الباب بقى. جميل، يمين ولا شمال؟ بما ان الشمال اسلوب حياة فاحنا نمشي شمال، مفيش احسن من الواحد يمشي شمال. برضه تصدق الشمال وحش؟ في خطوات، في خطوات. طب احنا نمشي يمين؟
انا بتأسف اني مشيت شمال، كل واحد فينا ممكن يغلط. طب هنعمل ايه؟ طب انت هتخليني الف حوالين نفسي كتير كده؟ الحاجات دي غريبة، بتظهر امتى؟ وفي مروحة كمان كانت موجودة. مفيش حاجة في الشباك هنا موجودة؟ اه، هو الباب ده اللي احنا بندور عليه. الباب مقفول، نلف ممكن نلاقي باب تاني مفتوح. الباب برضه مقفول، حد يفتح الباب؟ في حد فتح لي الباب، وفي حاجة بتتحرك ورا الباب. نشوف ولا ما نشوفش عشان نتفشخ؟ طب معلش، عايزين نشوف بس، عايزين نشوف ثانية واحدة. طب ده مفيش أي حاجة. لا ما تقفلش النور، أنا هخليه مفتوح. إيه اللي حصل؟ إيه في إيه في؟ طب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مفيش أي حاجة. يلا نفتح الباب، نخرج منه ولا عايزين نخرج من باب يكون عادل؟ اوكي، اللوحة دي تقريبا هي اللي فيها مشاكل. انا مش فاهم، انا الالعاب دي بيبقى فيها الابواب كلها. يلا اوكي، اخيرا لقينا المكان اللي المفروض نمشي فيه. احنا كده زي الفل. الاماكن ده بقى، اللعبه دي محتاجه قلب ميت زي قلبي كده، واحد كده ما بيكونش بيخاف من اي حاجه زي كده بالظبط، واحد كده اللي هو ايه، مفيش عفاريت ولا شياطين يخوفوه زي برضه. تلعب كده شيل قلبك على ايديك، زيك زي برضه، واحد بيخاف من العفاريت زي برضه. لا لا والله العظيم انا اسف. طب استنى كده. لا 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 لا، انا اصلا انا جبان، انا جبان، انا جبان عفريت ايه اصلا؟ وسخ اللي قال لك اني اللي قال لك اني شجاع، وده اقسم بالله بالكلام ما نسمعلوش. دي البنت بتعيط، انا حاسس ان هي وحيد ابوكي ما تعيطش. ندخل ام البتاع ده يا جماعه، البنت بتعيط. ايه طب انا اعمل لامك ايه؟ بتعيطي دلوقتي؟ انت لو ما كنتيش رحتي ام جهنم كان زمانك دلوقتي معانا، في احتمال كنت عزمتك على ايس كريم. طب ده انت قفلتي كل اللي باب عليا، طب اعمل ايه؟ طيب ما تعرفي تصابيني وخلاصي بقى. ده اللي باب كلها مقفله. اما انت عروسه بنت كلب صحيح، اهو لقينا مفتاح الارض. نفتح فيه انهي بقى باب؟ لو فتحنا الباب ده في احتمال كبير قوي ان احنا نتفشخ، ولو فتحنا الباب ده في احتمال كبير قوي ان احنا ما نتفشخش. ايوه بس كده، اروح اصالحها يعني ايه؟ اديها حجرين من جهنم؟ دي بقول لك عفريت وشياطين يا جدع، ما بيتصلحوش دولت. يعني دي لما بتعيط في احتمال مش عارف ارجع ورا ليه. انت قفلت عليا السكه يا ابن الكلب يا واطي. لا وحياة امك، بوش امك الفقر ده، ملعون ابوك يا فقر. انت باصص لي كده ليه؟ عمري ما شفت فر غريب قوي كده. نفتح الباب ده، مقفول. نفتح الباب، جميل. الفر ده ورايا، ورايا ليه يا جماعة؟ الفر ده اقسم بالله بيفكرني بتوم اند جيري، بس الفيرجن الشرير بتاعه. انا كنت بحب توم اند جيري، هتخليني اكرهها بسبب وش امك الفقر؟ ده ايه ده؟ الفار ده روش بيعمل باركور.
ده طالع فوق ونازل تحت عامل فيها يا عم سبايدر مان. إلهي ربنا يوعدك بمصيدة تقفشك من ديلك، تجيب لك التهابات في الأذن الوسطى وتسلخات. انت ما تطلعليش في كل شوية كده حتة بقى ما تتعبطش. شفت؟ قلت بس دي اخرة الفقر. شفت والله اقسم. بس طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل انا ايه؟ اروح انا بقى. نفتح الباب. شفت اديك قفلتنا قفلتها علينا. انت وش جدتك فقر اصلا. نمشي منين؟ 3 4 1. اوكي 3 4 1. ما طول ما البت عماله بتفقر كده عماله بتفقر اهو. 3 4 1 زي ما قلت بالظبط. شفتوا بقى هو ده الذكاء بقى، مش اللي يقول لي 6 7 8 ده البوزيشن اللي انت بتعمل بيه بي. اوكي بس كده اخيرا. شفت بقى شغل دماغك، بتقول اي كلام في البتنجان. الناس عماله بتقول اي كلام في البتنجان وخلاص. ايه اللي حصل؟ ملعون ابوك يا انفار. هو الناس كلها بتعيط والله اللي عيطت انا كمان. نور اخيرا، نور اهو، نور اهو. ايه اللي حصل؟ طيب قشطة، حلو النور ده، انا احب النور. الدبدوب الصغنطوط ده عسل. انا لسه هقرا ام الكلام ده تاني. نفتح الباب بقى. الاوضه مكركبه كالمعتاد. في لوحه هنا مش فاهمين منها اي حاجه. نفتح الباب برضو كالمعتاد. في دولاب هنا احنا مش عايزين الدولاب ده، نكمل على طول. بس احنا كده ايه اللي حصل؟ ما تقفلش في وش الباب كده يا حيوان، عيب. انا ضيف عندك. ايه دي كرم الضيافة؟ لما يجي لك كده عفريت يعني، هي دي اخلاق العفريت؟ بس احنا كده زي الفل بقى. لما بجيب لك الموسيقى الهادية دي معنى كده ان هو بيحضرك نفسيا ان انت في احتمال كبير قوي ان انت تتفشخ بعديها. اوكي هو زي ما قلت بالظبط، في احتمال كبير قوي ان احنا نتفشخ بعديها. ايه ده هي بعدت قوي كده ليه؟ هو هنا ولا هناك؟ ايه ده، دي عين دي ولا ايه بالظبط؟ دي عين برضو. ايه ده، هو احنا في ايه ده؟ في ايه في ايه في ايه؟ خير خير خير. ماسونية، الماسونية من على الأبو، الماسونية على المهلبية على الملوخية على الكفتة واللحمة المشوية. أي كلام بقوله يا سنية. زنقوني في الكورنر. اغتصاب جماعي. دخول مفاجئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن كالماء. أيوة بقى. أيوة. أيوة نفتح بقى الباب ده. الباب ده حلو، أنا بحب الباب ده حلو سابق سنه. هنا كان في صراصير وبعد كده الصراصير جالها برابير. يا عم انا مالي بقى انت احنا عرب، احنا ما بنحبش نقرا. ايه اللي حصل في المو بتاع الكتب الكتب دي؟ اللي حصل احنا كنا ماشيين كويس، احنا كنا ماشيين كويس. والله العظيم هتفشخ. لا لا تفشخني، لا لا تفشخني.
يا حبيبي الفشخة بتوجع. نفتح الباب. ايوه بقى كده، ايوه بقى كده، هو دي الحلاوة والطعم، اقسم بالله. ايوه مش عارف انا ايه المنظر المشمئز ده. Hey there, princess. ايه ده؟ What? شرب؟ Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. ابوك كان خمورجي بقى، ومن اللي بيشرب حاجة Wait. ساقعة في الحاجة. I'm sorry. I'm sorry. اللعبة دي كلها فران. أنا مش فاهم. هو إحنا في مصنع جبنة ولا إيه؟ أنا مش فاهم. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ انا في الحركة دي كنت مفروض ارفع حمار واروح مديها بالدبل كيك على وشها كده، هوب دبل كيك الهوب البتنجان، اروح خبطها في وشها واروح بايسها في قفاها عضدها في وراكها. المفروض كنا نزلنا دلوقتي بينا زي الفل، بس احنا المفروض احنا اللي بيحصل ده عيب 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 يا واد عيب عيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هوب دبل كيك كنت اديتها في قفاها. احنا نشد سلك ده. يا قلب امك يا اخويا، والله انا شديت السلك ده حاجة حصلت كده. امبالي سوبر سوفليكس. هوبا وحياة امك ما بالراحة. طب بما ان احنا فشخناه قبل كده، هوب دبل كيك نفشخه تاني. اهم حاجة تكون انبسطت وانت بتتفشخ، اهم حاجة. احنا اللي يجي عندنا لازم يتفشخ كويس وبعد كده يمشي. ما ينفعش ان انت تيجي وتتفشخ كده وتمشي كده على طول، لازم تاخد واجبك. بوم مصنع الجبنة اللي احنا فيه ده كله خمرة وجبنة ولوح مقضيها فرق. اوعى اديني في التوم وانا احبك يا جيري. اوبا الانوار بقى، هذا الكلام ولا بلاش؟ ايوه كده. اوبا اوبا خلو اوبا خلو. هو الديكور بيتغير بسرعه كده ليه؟ نفتح النور. طيب يا جماعة البنت بتعيط تاني. طب انا امشي بسرعة قبل ما البنت تيجي. طب انت بتعيطي ليه طيب؟ يا جماعة اقسم بالله ده انا حاسس ان احنا اوبا خير. ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي هلعب ذا ويك. اوكي عايزين نلاقي باب نفتح بيه. كل حاجة مقفولة هنا. طب هنعمل ايه؟ اكيد في حاجة هنعملها هنا اهو هتخلينا نعدي المرحلة. قرابة ان اللعبة دي مفيهاش نور، مفيهاش اي اضاءة. ايوه احنا كده قفلنا النور خالص، ضلمناها على وش امنا. ايوه كده بقى، يلا هوبا خلو. نحذف البتاعة دي بطوبة يعني ولا نعمل ايه بالظبط؟ يلا في باب هنا اهو مفتوح. حصل في ده؟ انا قفلت اللعبة، انا قفلت اللعبة.
ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل صحيح؟ ايه اللي حصل صحيح؟ طيب هنكمل ماشي، ندخل في الاسانسير. افتح يا عم ام الاسانسير، خلينا ندخل نقفل ام الاسانسير. ايوه كده. طب نطلع فوق ولا ننزل تحت؟ لا احنا لو نزلنا تحت تقريبا زي ما شايفين في دم، فخلينا نطلع نبقى احنا كده كويس. بس كده زي الفل. ايوه نروح فاتحين بقى، شوف بقى الشياطين بقى والارواح دي هتودينا لفين. المؤاخذة في الكلمة احنا شجاعتنا ما شاء الله، يعني تفوقت كل شيء، كل المؤشرات بتقول ان احنا شجاعتنا ما شاء الله فشخت الدنيا. طب نفتح دي طيب نشوف فيها حاجه. مفيش اي حاجه. اه العلبه دي انا بحب العلب دي، كل ما تفتح العلبه تلاقي حاجات حلوه. هيكوري ديكوري دوك، هيكوري بيكوري بوك. هان اب ذا كوك، ذا كوك ستروك وان فور ران داون. اه كل ديكوري دوك، كل ما شايف بتقول ان شجاعتنا اتفشخت. مظبوط. خلي بالك انا شجاع بس ما بحبش اوري الناس عشان بس الحسد. انا اقول لك على حاجه، اصل انت لو وريت للناس دايما ان انت شجاع في احتمال ان انت يعني الناس تحسدك على شجاعتك. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, انا اوري ال also the only one I can talk to, the only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. اوبا في حاجه جوه هنا. ده ايه ده؟ الاوضه دي فيها ايه؟ لا انا اسف، بطل سحر وشعوذه. انا بقول لك اهو. شفتوا اللي انا شفته؟ لا بطل سحر وشعوذه، قفل الباب ورانا بس على كده زي الفل. الحمد لله. في مفتاح، قصدي في تليفون. اوبا شو الشغل بقى الشيكسبانس ده بقى. نفتح الباب. اوبا شفت انت الحته دي؟ بتاع مستخبيه ورا البتاع وكده. اوبا 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 الله الله. كلمني. انا حر مش عايز اكلمك. ايه الحاجات دي؟ تعال هنا نتصل على مين؟ نتكلم 911، نقول لهم 911. ايوه احنا عندنا في حاله اغتصاب هنا، في شياطين بتغتصب صبري. ارجوك تعالوا اتصرفوا اعملوا اي حاجه. اوكي اوكي طب ايه ده؟ نعمل بقى في البتاع ده ايه؟ نفتح الادراج دي. الادراج دي اكيد بيبقى جواها اي حاجه. الدنيا احمرت ليه؟ ايه اللي حصل؟ اهو 363. ايه ده؟ يبقى ده احنا ما نطلبش بقى 911، احنا نطلب 363. ده بتاع رقم الاغتصاب بتاع الشياطين. 363. اوبا ايه ده؟ المكان بقى مفتوح ولا ايه؟ ايه ده؟ يا لهوي يما ايه اللي بيحصل ده؟ في تليفون بيرن. ماشي ندخل احنا بقى في الطرقة دي. اديني في الطرقة، الطرقة السحرية. نبص ورانا مفيش حاجة. نفتح كده. اوبا
احنا اللي طلعنا فوق. طب احنا نمشي كده على الحافه هنا اهو ونرد على التليفون. والله ما وعدتك بحاجه يا بنت اللي. طب هنعمل ايه؟ تمانية خمسة تلاتة. الرقم مكتوب 853، نتصل بيه. ده رقم تاني بتاع الشياطين المختصبة برضو. 8 5 3. ممكن تديني شيطان برتخوت لو سمحت؟ طب 853، طب احنا نمشي منين؟ اوبا اوبا خلو. انا في عروسه بتبص لي من هناك. اوبا خلو. ايوه جميل. قشط عليك. اوبا خلو. نمشي منين بقى؟ هو ايه في ايه اللي بيحصل ده؟ تلاتة خمسة اربعة. مش عارف انا ايه السنترال اللي احنا وقعنا فيه. مرة مصنع جبنة ومرة سنترال. تلاتة خمسة اربعة. هم كل شوية يدونا تلات ارقام في تلات ارقام. ما تدونا رقم كامل. الله ايه البخل بتاعك ده؟ اما انت صحيح اللي عمل اللعبة ده بطل سحر وشعوذة. اقسم بالله اجيبك بلبوس. هوبا هوبا خلو هوبا خلو هوبا. التليفون بقى الاخير بقى. ايه امسك اصعابك. اوعى تقع بيا في احتمال هامش. لا طب ارد ازاي انا بقى دلوقتي؟ ارد على جدتك ازاي دلوقتي؟ انا كنت عارف ان هو ايه ده؟ طب انا متعلق دلوقتي في نص البتنجان. رقم الاغتصاب. ها والله عمالين بينقلوا لي بيشقلطوني كده شقلطه كده من هنا من يمين للشمال. اوبا. You deserve this. All of it. All of it. All of it. بتتكلم ايه دي؟ ايه ده التليفون ساح؟ احسن برضه. كل شويه يدينا ارقام نقعد ندخلها. ما انتوا المفروض تشغلوا الانسر ماشين ودخلوا ارقام بنفسكم. I needed something to add the صباع. How should I put it? ايوه. Final touches. التاتش في الباتش. Finger. الفينجر في البنجر. I needed a finger. فينجر في البنجر. مظبوط. Sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. ايوه بقى. زي ما الراجل بيقول بالظبط كده. تسمعوا الكلام بالظبط. اغتصاب لما يكون في اغتصاب يكون في فينجر. هما في الاغتصاب دايما بيقعدوا يصبعوا لبعض. يبقى الفينجر لازم يكون في فينجر. ايه انت رايح فين؟ الفيديو خلص. بس احنا اللي اتفقنا عليه ما عملتوش. اللايك بتاعك بقى يا معلم انت عارف اللي فيها. اشترك وسيب كومنت قول لي على اللي انت عايز تقوله بقى. عجبك الفيديو ولا ما عجبكش؟ شيل اصحابك. حب قلبي وهبوسك.